اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. فأهلنا أن تعبد، فأهلنا أنت أن تعبد، فأهلنا أنت أن تعبد، فأهلنا أنت أن تحمد، أهلنا أنت أن تطاع. اللهم لك الحمد كما هديتنا ورزقتنا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإحسان والسلامة والإسلام. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعلنا ممن يقيمه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا عذاب الاخره. فلا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا نفسته، ولا ولدا الا اصلحته، ولا فقيرا الا غنيته، ولا غنيا الا باركته، ولا ضالا الا هديته، ولا طالبا الا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح،
إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.